الولاد بس عندي بقى قاعده ورا. مساء الخير. اخبارك ايه؟ لا البنات تقعد جنبي كده تونسني وانا اتحل. اللوكيشن معاكي صح؟ اسمك حلو يا حنين خالص. انت عرفتي اسمك ازاي؟ من الابلكيشن. تمام. لا احنا مش في البدايات ده. بس بجد لا اسمك لطيف. شكرا. عفوا حبيبي. انا تهاني. يعني ده ستايل جديد، انا اول مره اشوف بنت لابسه ستايل كده. ايه رايك؟ صرفه مكلف. ايه رايك في البريد؟ لا جميل. ورا. لذيذ. عايز تطلعي ستوري. ربنا يقويك. ميرسي. بتشتغلي ايه بقى؟ انا؟ انا بي بي سي. بجد؟ ده شيء هايل. ده شيء هايل لحياتنا، ربنا كتر من امثالك. امين يا رب. والله. ايه ده العده دي؟ وريني كده. لا انا بشتغل في تليفونات هقيمها لك. لا لا تقيمها لي ليه؟ مش انا عاوز تبيعيها، عاوز تبدليها. لا لا مش محتاجه بقى. بجد؟ اه. اقصى عليكي. ليه كده يا حنين؟ ده اكل عيشي، انا بسترزق وبشوف الدنيا يعني بتمشي ازاي. انت بقالك كتير في. لا دي شغلانه كده على الجنب. انت اصلا بتشتغلي ايه؟ تاجر التليفونات. مستعمل جديد كل حاجة بالكرتونة كسر زيرو كله 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 كله. عندي عدد بالكرتونة انما ايه؟ وعندي عدد عادية عندي كل حاجة. يعني ده الشغلانة تشتغليها مع كده اي حد يركب تقولوله ان انا عايز. انا بوصل التليفون من ده يجيلي التليفون يجيلي الاوردر اروح اخده، يا اما ابيع تليفون يا اما اشتريه، وفي نفس الوقت بقى ايه وانا في طريقي كده باخد الكوستات بسترزق يعني. واخدالي بالك؟ معايا؟ معاكي. بس. فانا اصلا عندي نظرة ثاقبة. عشان كده عندي اعتزاز باللبس بتاعي وبالزي بتاعي، انا اشوف الحاجة من دول ارقمها، اعرف بتعمل ايه بالظبط. ايوه العدة دي كويسة، العدة دي نص كم، العدة دي أي كلام. بفهم. بفهم في الناس. ألو. بفرزهم فرازة يعني. أنا في الطريق قربت. خلاص ماشي يلا على طول بزيك. ماشي يلا سريع. مستعجلة أنت على حاجة؟ لا ورايا مشوار بس. ما احنا رايحين أهو، ما هنروح فين؟ دي اهتماماتك بس كده؟ ما بتعمليش حاجة في الجنب؟ ما بتحبيش حاجة معينة؟ يعني لا ممكن ساعات كده الغنى شوية. صوتك حلو يعني. لا مش قوي يعني. فنانة يعني. ساعات. واو. واو فكريش تقليه بايفون؟ انا قاعد بايفون انما ايه؟ تستهلك. ايفون ايفون؟ ايه العده الحلوه تمسكها العده الحلوه، معروفه يعني. ايوه كده شفتي اتصلوا تاني. الو؟ الو؟ يا ست الكل عامله ايه؟ الحمد لله مية مية. ازيك يا حوده؟ ايه جهزت العده بتاعت الكتامين؟ السرتين؟ كنت عايز عده حلوه كده تليفوني يتسرق. موجوده يا معلم قول امين. طب شفنا الموضوع ده كده بالله عليكي. معايا عده سرتين على 6000 جنيه لسه بص بالكرتونه تلزمك. طب لو كده عدى عليك اخد العده. طيب وفين؟ انت فين في المتميز يا حدى؟ ايه يا اختي انت فين؟ اهو انا داخل عليك اعدى عليك اخد العده دي وخلاص بقى. امان. انا اخوكي معهوش تليفون خالص. طب خلاص ماشي امان. تفاني شارع. احنا ممكن نروح مشوارنا بس الاول. الو الو. طب الشارع اللي بقابلك فيه على طول يا عند الكشك. بدت الكل ماشي عند الكشك. ماشي. مين قال اني هعطلك يا استاذه؟ انا مستعجله بس وانتي ماشيه على مهلي. استاذه انت خلقك ضيق وانا ما احبش الناس اللي خلقها ضيق امانه. ملهاش علاقه بس انا عايزه اوصل يعني انا طالبه بسرعه عشان اوصل معاكي. اوصلك يا استاذه هنروح على فين يعني؟ بصي يا استاذه احنا برضو ايه استاذ زي بعض حريمين لبعضيها. ولا انت رايك ايه؟ ست شقيانه زي حالاتي. تمام تمام. بصي محمود ده كل اسبوع تضيع له عده فمش بيعمل ايه؟ والله تفهميش بقى ده لو بشحتهم كده وبفرقهم كده زي المغزه الرز كده على الناس مش هيخلصوا بالسرعه دي. طب بس يعني ده معلش. طب هو انت ليه ما تشتغليش في الموبايلات وتسيبي الاوضه؟
من العقد. واستغربت من انا شو انت في مشاكلك مع مشاكل فيه؟ لا انا ما عنديش. ما انا العربيه مضايقاكي فيها يا استاذه. مش مضايقاني انا عايزه اوصل. لا استاذه العربيه مضايقاكي. انا عايزه اوصل. انا عايزه العربيه مضايقاكي. ايه اكل ايش مضايقك فيها يا استاذه؟ انا مش يا ستي ربنا يرزقك. انا عايزه اوصل. ما انا وصلت لك وانا كنت بتكلم معاك قلت لي بحسني ان انا مش ماشي. طيب انا ماشي. ماشي تمام اتفضل. قطعتي حبل افكاري يا استاذ. لا معلش نوصله تاني. الو. ايه ست الكل عامله ايه؟ ايه كويس. ايه جهزت التليفون لكيتو حبيبك؟ ايوه انا قلت لك هقابلك يا عم عند الكشك. انت فين يا ست؟ انا مستنيكي من بدري. انا دقيقه داخله عليك. طب ما ده دي اهو داخله عليك. طيب يلا ماشي. ماشي سلام. يلا انا مستنيك. بس هو عيل مراوس يقعد يا هاتي يا هاتي يا هاتي يا هاتي يا هاتي يا هاتي. ويا عم ده بسعر كذا. لا ده بكاشعه احتنيه مكسوره ومنكسر. ده سلامتك. فانا مش عارفه اعمل ايه دلوقتي. انا اولى بالفلوس دي. بس هو اول ما يشوفني يقعد يفاصل ويماصل ومش عارف ايه. مش عارفه اعمل ايه الصراحه. طب بصي هو انت لو ما بتعرفيش تبيعي انا ممكن ابيع لك عادي. بجد؟ اه ممكن يعني انا اتكلمه واقول له لا. لا انت بصي ما تبيعليش انا هعرف اتكلم معاه. انت بس قولي له ان انا هقول له العده دي بتاعتك عشان ما يقعدش بقى ايه بتاعتي. اه انت صاحبه البيعه بقى. اه يعني انت عشان خاطر اوافق على السعر يعني. اه عشان هو بقى ايه يصدعني وانا مش طالبه معايا صداع الصراحه. طب انا كده انا هتاخر. طب احنا ممكن لا انا لا مش مرتاحه. ممكن اوصل بس انا الاول؟ لا يعني معلش انا لسه بقول لك الحريم اللي بعديها واحنا شقيين مع بعض. ما يعني ما تحس بقى حنين. ده انت اسمك حنين ولا انت مش هتوريني غير الانين يعني؟ ايه حنين؟ حاسه ان انا بلاقي. طيب ماله بتوع بلاقي يا استاذه؟ لا على راسي. لا يا بقى ماله يا استاذه؟ ماله بتوع بلاقي يا استاذه؟ انت على راسي استاذه مش كده. لا والله على راسي على راسي استاذه. ما تصدق مصغرينيش محمود اهو العده بتاعتك. صغريش اعمل لك خاص. صباح الجمال والانجليل. صباح الخير يا حوده. صباح الفل يعني. صباح الخير. ها العده على 6 سرتين ومش بتاعتي بتاعت الاستاذه. لا احنا نمشي الدنيا بقى شويه ولا ايه؟ ب 6000 وبتاعت الاستاذه. حاضر يا بيه. هنركب لها جناحات. 6 كتير بتاعت الاستاذه. احنا موقفين الطريق يا حوده. هتدفع ولا لا؟ يا استاذه ايه؟ نمشي الدنيا مع بعض كده. اخوك لسه طالع من الجيش. لا هي 6. ستة هي ستة ومش هنزل. ده جديد. انا لسه جايبها جديدة. ستة حودة موقفين الطريق. بص الراجل ورا عمال يزمر. ايه؟ اخدها بخمسة 500 وانت موافقة؟ لا ستة. يا ستي صلي على النبي في قلبي. عليه الصلاة والسلام. ستة بقى. ستة. هنخلص الموضوع يلا بقى. ستة بقى خلاص بقى يا حودة اهو. ستة هي انا جايباها بكرتونتها. ايوه ستة. عشان خاطرك انت بس. خد يا استاذ المره الجايه بقى تعملي خلاص متشكرين. مش عارفه اقول لك ايه على الواجب اللي انت عملتيه معانا ده والله. هو خدها بسكه فعلا؟ بعد اذنك بقى فلوس يا استاذه بقى. طب ممكن بعد اذنك مستعجله بجد؟ معدي بس الناس دي عشان خاطر انا ما احبش الصداع. انا ماليش في الصداع. هنتحرك وبعدين ما خدش من وقتك دقيقتين يعني يا استاذه. في واحد الله. لا اله الا الله. واحد الله كده ما تبقيش. الو كنزه خليكي اشتري. يلا جايه والله. بعدين ابقى احكي لك اللي حصل. يعني هو انا مستنيك كده يا استاذه؟ مستنيكي بخمس دقايق الا نص. ما يعني ايه ده؟ انا متاخره اصلا ووقفت بدري على حضرتك. ما لا حضرتك محملاني الهم والله يا استاذه. محملاني الهم مش فاهمه يعني. طب ممكن نشد شويه ولا تعملي خاص؟ خصم في ايه يعني؟ حضرتك معطلاني وفي نفس الوقت عماله تبيعي وتشتري. انا عايزه اوصل. بعد اذنك وصليني. خلاص هوصل. خلاص هوصل. انا بدات اتوتر. خلاص هوصل. بصي يا استاذه انا هقف بس هنا ايه اجيب حاجه من الكشك. حاجه هنا. ايه تاني؟ انا ممكن توصليني اجيب حاجه نرتب بيها على قلبنا كده. بعدين لو سمحتي. بعدين انا محتاجه اوصل. اجيب حاجه عند الكشك كده بس امانه عليكي تخلي بالك بس هنا في فلوس. لا انا هنا في العده بتاعتي. لو سمحتي بس انا عايزه محتاجه هنا في اكل العيش. بس هنا في اكل العيش فثانيه واحده بس عشان ايه الكشك اهو. انا هجيب بس حاجه ارتب بيها على مروحي. اجيب بس حاجه ارتب بيها على مروحي. ماشي لو سمحتي. طيب انا مستعجله. طب بعدين على طول يا استاذ. بس هنا في فلوس والتليفونات بتاعتك. لا انت ممكن تاخدي فلوسك معاكي. باسكت التليفونات ورا. خلي خدي حاجتك معاكي على طول. خمس ثواني. هبل ده.
والله اصلا انا مش مرتاحه لها من البدايه. تخلف ده. انزل يا استاذ. نعم. انزل الموبايلات فين؟ ايه؟ انزل الموبايلات فين؟ موبايلات حضرتك. ايوه يا فندم. لنا المتبلغ عنها يا فندم ومعاه الموبايلات. انزلي. مش عربيتي يا استاذ، مش عربيتي. في الموبايلات بتجري فيها. هي يا فندم ولابسه جينز. ايوه. يا حضرتك تجاره ايه بس؟ انا زبونه عاديه بتاعت اهي. ايوه يا فندم. وايه بينك؟ انزلي يا استاذ. انزلي يلا. انزل ايه بس؟ موبايلات فين؟ موبايلات انا معيش موبايلات. ايوه موبايلات. يا فندم. سعاده البيت. هاي سعاده البيت. حاولت اعمل حاجه صح. انا حاولت اعمل حاجه صح. حاجه صح ايه وايه؟ يا فندم. حراميه يا بيه. حراميه يا باشا. وانا قعدت فحص ومحص فيها شهر. ايه يا فندم؟ هو انت مش لو سمحت، هو انت مش جيتي وقلتي لي بيعيله وكلمتيه على ايه؟ انت هتقلب عليك عليا يا استاذه؟ لسه شايفها ايه؟ انت مش واخد مني وهي اصلا متفقه معاك وايا حوضه وموبايل. انت واخد منها دلوقتي. واخد منها ايه دي؟ انا ما اعرفش عليك. انت هتلبسي الناس. لا مش بتاعي. مين اللي باع لك التليفون ده؟ عشان الاستاذه والناس عماله تتصل بيا. كذبه حرام يا استاذه. خش النار. يا فندم حضرتك بس. يا فندم لا ده كده حكم مبدئي من شهرين. البسها بيه. البسها هتلاقي جوزها سكر. يا استاذه بلا البسها بلا بتاع. انت مشيتي دلوقتي. تعالي هو مشيتي اللي قلت لي. هات عشان خاطر بتمد ايدها عليا. سلمي نفسك. ده لعبه يا لا لعبه بهزر معاك. لعبه اهو. بس ايه ده؟ لا مش هتحرش بيك عليه. لا خلاص يا حنين بلاش انين. بصي هنا بصي هنا. وانا موافقه انزيح. انا اتاخرت بجد. ودوني بقى موافقه انزيح.